مخاطبين الأمم المتحدة ومبعوثها نظموا هذه الوقفة منددين بجرائم الميليشيا المتواصلة بحقهم والتي ورغم فداحتها لا تلفت انتباه المنظمات ولا تسترعي حتى قلقها أبناء الجوف يستذكرون هنا آخر ضحاياهم من سقطوا مطلع الأسبوع بلغم تركته الميليشيا في طريق فرعي لا يعبره سوى الساكنين المواطنون يقولون ان الاسرة التي قتل منها اثنان واصيب بقية افرادها ليسوا اول الضحايا ولا يبدو انهم في ظل تجاهل المحافظة ومعاناة مواطنيها الاخيرة خاصة مع استمرار استهداف الحوثيين للمواطنين بالقصف المباشر والالغام. لقد ادى الصمت المخزي اتجاه الجرائم الميليشيات التي الى استمرارها بل وتماديها في ارتكاب مزيد من الجرائم وحظة الابرياء. سواء بالالغام او القصف العشوائي او بالصواريخ البالستيه وقذائف الهاون التي تستهدف المدنيين في عاصمه المحافظه ومراكز المديريات بينما يكتفي العالم بالصمت امام الجرائم التي ترتكب بشكل شبه يومي بحق ابناء الجوف اننا ندعو منظمات الامم المتحده وجميع المنظمات العامله في مجال حقوق الانسان الى ايقاف هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الانقلابيه بحق ابناء المحافظه وممارسه وممارسه كل انواع الضغط ما لم فاننا نعتبرها شريك متواطئ في تلك الجرائم عدم استكمال تحرير محافظه الجوف جعلها خلال الاعوام الماضيه من اكثر المحافظات تضررا واهمالا فبحسب تقرير نشر في مارس الماضي لمكتب حقوق الانسان في المحافظه فجّر الحوثيون ودمروا أكثر من 1700 منشأة خاصة وعامة شملت حتى معالم أثرية، كل هذا وما يزال دور السلطة المحلية في المحافظة بسيطًا ويقف عاجزًا أمام احتياجاتها، في حين يغيب تمامًا أي دور للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.